السلام عليكم. من تاج الجوامع، جامع عمرو بن العاص، أول وأقدم جامع في مصر وأفريقيا، اتبنى سنة 21 هجريا في مدينة الفسطاط بالقاهرة، في نفس المكان اللي اتنصب فيه خيمة عمرو بن العاص بعد فتح مصر، وكان مبني من الطوب اللبن وسقفه من جذوع النخل. شارك في بناه الصحابي الجليل الزبير بن العوام، واستخدم وقتها كمقر لاجتماع المسلمين. ورغم انه اقدم جوامع افريقيا، الا انه للاسف كان موجود في حريق مدينة الفسطاط سنة 546 هجريا، ولما حكم صلاح الدين الأيوبي مصر أمر بإعادة بنائه من جديد، وكل ده بمرور الزمن سبب تغيرات كتير في تصميم الجامع ومساحته، إلا إنه هيفضل الجامع العتيق اللي شاهد على تاريخ مصر من العصر الإسلامي لحد النهاردة. أما بقى لو هنتكلم على خطباء الجامع، فيكفي إنه كان بيخطب فيه الإمام الشافعي والإمام الليث بن سعد رحمهم الله. وبس يا سيدي، دي كانت زيارة النهاردة، كان معاك أنور فندي، أشوفك الزيارة الجاية.